بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم مبدئي الطلاب، طلاب بريب 3 مع حصه جديده من حصص مستر ساينس مع مستر شريف الهواري. طبعا يا اولاد ان شاء الله النهارده في الجزء بتاعنا النهارده في الدرس بارت 2 يونت 3 طبعا هنتكلم فيها عن البيج بانج ثيوري، اللي هي النظريه بيسموها باسم الانفجار العظيم. وطبعا دي اخر حاجه توصلوا لها يا اولاد، about the origin of the universe، عن نشاه الكون. هو ازاي الكون ده نشا، يعني هو كان عبارة عن ايه وتكون ازاي، وازاي مستر اتكونت الجلاكسيز والستارز والبلانتس والكلام ده كله. طبعا مين بيشرح لنا الكلام ده يا اولاد؟ طبعا هي البيج بانج ثيوري. خلي بالكم كل دي افتراضات، تمام كده. الافتراضات دي ممكن تكون طبعا بعد كده تثبت ان هي عدم صحتها او ان هي مش صح، لكن طبعا بما انها اخر حاجة توصلنا لها فلازم نكون عارفينها، لان طبعا العلماء بيستفيدوا يا اولاد من بعض، وكل واحد طبعا بيسلم التاني انا وصلت لحد كده، شوف انت لو اكتشفت حاجه جديده عرفنا. طب في البيج بانج ثيوري طبعا هي وضعت امتى الثيوري دي؟ طبعا ان 1933، سنه 1933 يا ولاد. طب ايه الفكره بقى بتاعت البيج بانج؟ خلي بالك، it is a massive explosion happened since 15,000 million years. يعني بيقولوا ان في انفجار عظيم حصل من 15,000 مليون سنه يا ولاد، او ممكن تتقال 15 بليونز بالبي، 15 بليونز ييرز، يعني 15 مليار بقى سنه، اللي هي 15000 مليون يير. تقول لي يا مستر من السنين دي كلها كان حصل الانفجار ده؟ طبعا بالتاني كده it is a massive explosion، ممكن لو جالك امتحان scientific term it is a massive explosion happened since 15000 مليون ييرز، يبقى مين هي؟ big bang theory. طب ايه اللي حصل يا مستر بقى من الانفجار ده؟ طبعا resulted from this explosion، يعني نتيجه الانفجار ده، all forms of matter، يعني كل اشكال المطر are formed، اتكون. like ايه؟ like energy space and time. تاني كده لا يا مستر مش فاهمين دي. بص يا ولاد، هو في البدايه خالص كان الكون ده عباره عن النقطه الصغيره اللي انت شفتها في الاول دي، في اول اللقطه دي. طب النقطه الصغيره دي ما كانش في حاجه اسمها انرجي، تمام، ما كانش في حاجه اسمها سبيس او فضاء او فراغ، ما فيش حاجه اسمها تايم، ما فيش وقت، ما فيش زمن، ما هنقيس بالنسبه لايه يعني. فاول ما حصل البيج بانج ده ايه اللي حصل؟ resulted from this explosion، نتج من الانفجار ده all forms of matter، كل اشكال المطر. like ايه؟ like energy، الطاقه بقى. طبعا الكره دي لما انفجرت خرجت منها طاقه هائله. like energy like space like time. طيب ايه كمان؟ ايه بقى البيج بانج ستيجز يا ولاد؟ ايه المراحل بتاعتها؟ تعالوا نشوف. after 1 second of explosion، يعني من بعد اول ثانيه من الانفجار ده ايه اللي حصل؟ the temperature decreased about 10,000 مليون degree. تخيل يا ولاد الحراره قلت يا مستر، وصلت 10,000 مليون degree، ل 10,000 مليون درجه. هي كانت اعلى من كده بكتير، كانت الكره دي حرارتها اعلى من كده بكتير. فلما انفجرت حصل ايه؟ او بعد the first one second from the explosion temperature decrease and ايه about 10,000 مليون degree، يعني قلت حوالي 10,000 مليون درجه. تخيلوا يا ولاد كانت حراره الانفجار دي عامله ازاي. طب بعد كده minutes after the explosion، يعني بعد دقائق من الانفجار، بعد دقائق ايه اللي حصل؟ the atomic particles produced from the explosion، ابتدت تتكون البارتكلز، الجزيئات بقى ابتدت تتكون، القطع او الجزيئات، سواء بقى جاسس اللي هي الغازات او حاجات زي كده. تعالوا نشوف زي ايه. the atomic particles produced from the explosion merged together، يعني اتحدت مع بعض، producing gaseous clouds، سحابه من الغازات. اول حاجه اتكونت يا ولاد هي دي البارتكلز، الاتوميك بارتكلز، تمام. ما هي الجاسس دي تعتبر ايه؟ تعتبر بارتكلز، تعتبر اتومز. يبقى اتوم ايه بقى؟ لو جالك في الامتحان قال لك ايه؟ after minutes from the explosion او the big bang explosion، ايه اللي حصل بعد دقايق من الانفجار؟ هتروح قايل له كده the atomic particles produced، تمام، from the explosion merged together، البارتكلز دي اتحدت مع بعض، producing what؟ gaseous cloud، سحابه من الغازات. من مين يا مستر؟ from hydrogen and helium، يعني اول غازين اتكونوا الهيدروجين والهيليوم. طب with ratio equal كام؟ 75، الريشيو بتاعتهم كانت كام يا مستر؟ 75 to 25%،
respectively بالترتيب يا ولاد. طبعا يعني الهيدروجين كانت الريشيو بتاعته 75% والهيليوم جاز كانت 25% من الجازيوس كلاود. فهمنا كده؟ يبقى عرفنا what happened after 1 second temperature decrease about 10,000 million degree. After minutes from the explosion بعد دقايق من الانفجار the atomic particles produced يعني نتجت ال atomic particles from the explosion merged together تمام وطبعا اتحدت مع بعضها producing gaseous clouds of hydrogen and helium with ratio 75% to 25% طبعا respectively بالترتيب. ايه كمان؟ These gases produced the galaxies. ابتدت بقى الغازات دي لما تتحد مع بعض كونت الجالاكسيز المجرات. ايه كمان؟ stars and universe through millions of years. يعني بعد كده بقى الغازات دي في خلال ملايين من السنين هي اللي كونت لنا مين؟ الجالاكسيز والستارز والطبعا والبلانتس والحاجات دي كلها هنعرفها بعد كده. طب يا مستر احنا كده خلصنا تقريبا اول دقايق من الانفجار. After a few minutes from the explosion. تعالوا بقى نشوف after 1000 million years from the explosion. بعد 1000 مليون سنة من الانفجار. ايه اللي حصل؟ خلي بالك بقى 1000 مليون سنة يعني 1 billion year. ال 1000 مليون يعني معناها 1 billion. طيب after 1000 million years from the big bang the gaseous cloud فاكرينها اللي احنا كنا اتكلمنا عنها؟ ايه اللي حصلها بقى؟ merged forming homogeneous masses يعني اتحدت مع بعضها مكونه كتل متجانسه كده which form the matter of galaxies. ابتدت يا مستر تتكون كتل كده من الجاسس كده مع بعضها متجانسه مع بعضها وراحت تكون لنا مين؟ ال matter of galaxies. يبقى لو جالك في الامتحان After 1000 million years from Big Bang بعد لازم تحفظ بالترتيب خلي بالك بعد 1000 مليون سنة من البيج بانج إيه اللي حصل؟ هتقول له طبعا matter of galaxies is formed from gaseous cloud. المادة بتاعت الجالاكسيز اتكونت من الجاسيوس كلاود. طيب After 2000 to 3000 million years from the Big Bang بعد 2000 ل 3000 مليون سنة من البيج بانج إيه اللي حصل؟ يعني خلي بالك بقى هنا 1000 مليون سنة فاتوا 1000 مليون سنة كمان وبقى ومن خلال يعني وأصبح من 2000 ل 3000 مليون سنة إيه اللي حصل يا ولاد؟ The gravity forming ancestral galaxies اللي هي بقى كونت الـ ancestrals of galaxies يعني مجموعات المجرات تجمعات المجرات مع بعضها بفعل مين؟ الجرافيتي. طب خلصوا يا مستر ال 3000 مليون سنة بعد 3000 مليون سنة من الانفجار After 3000 million years from the Big Bang ايه اللي حصل؟ جالاكسيز بيجان تو فورم ابتدت تتكون يا اولاد طبعا دي كده الانسسترالز اوف جالاكسيز اللي هي ابتدت بقى تجمعات المجرات مع بعضها تتكون وبعد كده ابتدت تتكون مين بصفه عامه؟ الجالاكسيز بيجان تو فورم افتر 3000 مليون ييرز خلاص ابتدت بقى تتكون بالشكل النهائي بتاعها بعد 3000 مليون سنه. طيب يا مستر ايه اللي حصل بعد كده؟ After 5000 million years from the Big Bang بعد 5000 مليون سنة دي بقى خلي بالك الرقم ده مهم جدا يا ولاد لأنه حاجة تخص البلانت بتاعنا والجلاكسي بتاعتنا اللي هي Our Galaxy Milky Way took its disk form ابتدت الميلكي واي جلاكسي تاخد الشكل بتاعها ده امتى؟ After 5000 million years from the Big Bang لو جالك في الامتحان وقال لك كده Our Galaxy Milky Way took its disk form او disk shape خدت شكل القرص بتاعها ده after space million years from big bang طبعا الرقم ده مهم جدا after 5000 million years from the big bang او العكس what happened after 5000 million years from the big bang طبعا our galaxy milky way took its disk shape after 10,000 million years from the big bang the sun was born يعني ركز كده خلي بالك يعني يا مستر من الانفجار لحد 10000 مليون سنه 10000 مليون ييرز ما كانتش الشمس موجوده بعد بقى ال 10000 مليون ييرز دي sun was born يعني بعد قد ايه من تكوين يا اولاد الميلكي واي جالاكسي وان هي خدت الديسك فورم بتاعها بعد 5000 كمان يا مستر ما دي كونت 5000 مليون ييرز فروم بيج بانج زود عليهم بقى 5000 سنه كمان فبقت 10000 مليون سنه 10000 مليون ييرز فروم بيج بانج
ايه اللي حصل؟ sun was born، اتكونت الشمس. ومين كمان؟ and the earth and the planets were created، ابتدت تتكون بقى ال earth ومين كمان؟ والبلانتس. طيب after 12,000 million years، بعد 12,000 مليون سنة، يعني بعد الشمس والكواكب ما تكونت بد ايه؟ ب 2,000 million years، صح ولا لا؟ ما هي دي 10,000. بعدها بقى ب 2000 سنة كمان 2,000 million years اتكونت مين؟ تعالوا نشوف. earliest life began to appear on earth، ابتدت تظهر يا ولاد الحياة الأولية بقى، الديناصورات والكائنات اللي هي اللي ظهرت في الأول دي كونت بعد قد إيه؟ 12,000 million years from Big Bang or after 2,000 million years from the creation of Earth and Sun. يعني بعد 2000 سنة من نشأة الشمس والأرض، الشمس والبلانتس كلهم اتكونوا بعد 10,000 مليون سنة 10,000 million years. أما طبعا الايرليست لايف اللي هي الحياه الاوليه يا اولاد ظهرت امتى؟ افتر 12,000 مليون ييرز فروم بيج بانج. اخر حاجه افتر 15,000 مليون ييرز فروم ذا بيج بانج لايف او ذا يونيفرس از ات ناو، الكون زي ما هو دلوقتي يا اولاد بالشكل بتاعه بعد قد ايه ده؟ بعد طبعا 15,000 مليون ييرز فروم ذا بيج بانج، بعد 15,000 مليون سنه لو ما ممكن نقولها ب 15 بليون years from the big bang. بكده يا اولاد نكون خلصنا طبعا البارت 2 من الليسون بتاعنا من يونت 3. ان شاء الله ناقصنا جزء الحصه اللي جايه بارت نمبر 3 هنخلص فيها اليونت بالكامل، ويبقى لنا بقى ان شاء الله اليونت الاخيره. وبعد كده ان شاء الله نبتدي بقى نحل امتحانات مع بعض ونعمل حصص بث مباشر كده مع بعض كذا مره، نحل فيها اسئله واي حاجه صعبه بتقف قدامكم ان شاء الله، بحيث نخش الناس اللي معتمده بقى على مستر شريف ومستر ساينس في الدراسه بتاعتها في المذاكره بتاعتها، تخش ان شاء الله امتحانك باذن الله تجيب الفول مارك باذن الله في الساينس. بالتوفيق ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.